رئيس حزب الكتائب اللبنانية فخامة الرئيس أمين شميل. أيها الرفاق، أيها الأحبة، في السنوات الماضية أحيينا ذكرى غياب الرئيس الشهيد رفيق الحريري. أما هذه السنة فنحتفل، نعم نحتفل بعودته. فهو عادة مع انتشار الثورات العربية، فهو عادة مع تجديد مفهوم لبنان أولا، وهو عادة مع القرار الاتهامي، وغدا سيطل الحكم النهائي وإحقاق الحق. حين يعود كل شهيد، كل شهداء القضية الواحدة يعودون، يرجع بيير وأنطوان وجبران وسمير وجورج ووليد وباسم وكل الشهداء الأبرياء الذين سقطوا بجانب هؤلاء الأبطال. فيما يتجلى الاتهام باغتيال رفيق الحريري، لا نزال نترقب التحقيق باغتيال بيير وأنطوان وكل الشهداء الآخرين، وإني على يقين من أن ما من قوة تستطيع وقف مسار المحكمة. إن الأحكام ستصدر، والأقنعة ستسقط، والعدالة ستتحقق. يا صديقي سعد، يا طيار المستقبل، يا صديقي سعد وأنت بيننا اليوم، يا طيار المستقبل، يا رفاقنا وحلفائنا في ثورة الأرز، معا انثرنا في السنوات الأخيرة، معا انتفضنا، معا تظاهرنا، معا قاومنا، معا وحدنا الشعب، معا اضطهدنا، معا سقط شهداؤنا، معا حررنا الأرض، معا ساهمنا بإطلاق المحكمة الدولية، معا ثبتنا أسس الميثاق الجديد، ومعا نعم معا سنبقى. سنبقى أوفياء لشعب ساحة الحرية، أوفياء للبنان الواحد الموحد، أوفياء لروح الشهداء، أوفياء للثوابت والمبادئ، أوفياء للبنان الحر السيد المستقل. 14 أذار ليست الأحزاب والتيارات السياسية المجتمعة هنا فقط، 14 أذار بل ثورة الأرز هي كل اللبنانيين المؤمنين بالسيادة وبالاستقلال، بحرية لبنان وديمقراطيته، بمشروع الدولة القوية،
بالمجتمع التعددي هي كل اللبنانيين المؤمنين بمشروع الدولة القوية، كل اللبنانيين المؤمنين بولاء شعبه للوطن اللبناني فقط، بدور المرأة، نعم بدور المرأة، بنضال الشباب. هي كل اللبنانيين المؤمنين بلبنان فوق كل الصراعات، وبنهضة الشعوب العربية، بحركة السلام وحقوق الإنسان المؤمنين بلبنان. طوال 30 عاماً تواطأ العديد من القوى والدول، تواطؤوا على لبنان، على كيانه ودولته، على رئاسته وجيشه، على نظامه الديمقراطي وصيغته التعددية، على معجزة اقتصاده وتجربة عيشه الفريدة. حاولوا وما أكثرهم أن يخلقوا لبنان يشبههم، أما اليوم صارت أقصى أمانيهم أن تشبه دولهم لبنان. لقد انتصرنا على الجميع وبقينا هنا، انتصرنا بالصمود والمقاومة، بالعناد والوعي، بالاستشهاد والحياة، بالحكمة والدبلوماسية، وأخيراً بثورة الأرز. ثورتنا غيرت وجه لبنان فاجتهته شعوب المنطقة، وقررت السير على خطانا فالتهب الشرق العربي بشعلة الحرية. نحن تحررنا من جيوش وهي تحررت من أنظمة، لكن الحرية ليست شعاراً بل ممارسة. مع هذه الثورات المتنقلة من مجتمع عربي إلى آخر، بدأنا نعرف جيداً لماذا حاولوا عبثاً إجهاض ثورة الأرز، ولماذا اغتالوا قادتها ويواصلون تهديد قادة جدد. اليوم بدأنا نعرف جيداً لماذا عملوا على ضرب الاستقرار عندنا وإسقاط الحكومات وتعطيل بناء الدولة. كانوا يخافون من أن تصل عدوى ثورة الأرز إلى أنظمتهم ومجتمعاتهم، أن يصل عطر الديمقراطية إلى شعوبهم ونسمات الحرية إلى الإنسان العربي، لكنها وصلت رسائل مدوية والبقية آتية. على غرار ثورة الأرز نأمل أن تزهر ثورات العالم العربي وحدة وأخوة وحرية وديمقراطية ومساواة واحتراماً للتعددية وحقوق الإنسان والجماعات. لذلك وذلك بالمعنى الحقيقي والعميق، المعنى الحقيقي لكل كلمة من هذه الكلمات، لا أن تبقى شعارات. نريد أن ينجح اللقاء بين الشعوب العربية والديمقراطية، نريد اللقاء بين الثورات والحرية، نريد اللقاء بين العرب والعصر. وأي طرف داخل الأنظمة أو الثورات
يعطل فرصة هذه اللقاءات الحضارية والتاريخية، يتحمل المسؤولية أمام الضمير، أمام التاريخ، وأمام الأجيال. ولأننا نحرص على مصالحنا الوطنية وعلى مستقبل الثورات العربية، أعلنت في 27 كانون الثاني الماضي الشرع الإطار للشعوب العربية والأنظمة المقبلة، فالتقت بأهدافها وقيمها مع وثيقة الأزهر الشريف. هذه الشرع الإطار هي مساهمة لبنانية عملية في نهضة الشعوب العربية الثائرة على الظلم والأحدية. فلا سلاح لدينا نصدره، ولا مرتزق لدينا نرسلهم إلى هنا وهناك، وأساساً ليس هذا هو دور لبنان في محيطه. دورنا الفكر والقيم، المثل والمثال، وهنا يقتضي أن نقتنع تماماً أنه لا يجوز أن نقع فيما نحن، فيما كلنا أتهمنا غيرنا بالقيام به ضدنا. لا يعقل أن نقع فيما أتهمنا كلنا غيرنا بما قاموا هم به ضدنا. فعانينا من التدخل في شؤوننا، من استباحة حدودنا، من تهريب السلاح والمسلحين، من تأليب فريق لبناني على فريق آخر، وحتى على دولته. بقدر ما نحن نؤيد ونتعاطف مع الشعوب العربية المناضلة من أجل الحرية والديمقراطية، ولا فضل لنا بذلك طالما أننا آمنا بهذه القيم والمبادئ منذ القدم، وهي علة وجود لبنان. فبنفس القدر إننا نؤمن أن لا مصلحة للبنان بأن يتورط بأي عنف سياسي أو اقتتال داخلي. إن تأثير تدخلنا في شؤون الآخرين لن يؤثر على مجرى الصراع بين الأنظمة والثورات، بينما يؤثر تدخل الآخرين في شؤوننا على أمننا واستقرارنا وعلى مستقبلنا، وتجاربنا مرة من هذا القبيل. إن الشرعة التي قدمت تجسد قناعتنا بدور لبنان ورسالته، وبضرورة التضامن العربي من أجل تحقيق أمان الشعوب العربية التواقة إلى الحرية والتقدم، والتواقة إلى التحرر من كل أنواع التبعية، وهي أول الطريق من أجل تحقيق طموحات شعوبنا واستعادة كل حقوقنا العربية المسلوبة. وفي هذا المجال، إذا كان الحوار بين الأنظمة والثورات بات شبه مستحيلاً بسبب دورة العنف وقتل الأبرياء، فأدعو القوى والنخب العربية المؤمنة بقيم الحرية والديمقراطية والدولة المدنية إلى إطلاق ورشة حوار حول مستقبل منطقتنا العربية وإنسانها، خصوصاً وأن شيخ الأزهر بادر إلى وضع أسس هذا الحوار، وإن لبنان يبقى أرضاً مفتوحة لاستقبال مثل هذه اللقاءات. نحن لسنا مع الثورات لأنها ضد الأنظمة فقط، بل لأنها مع الحرية والديمقراطية. لسنا ضد الأنظمة لأنها ضد الشعب، وهي ضد لبنان واشتركت في المؤامرة عليه فقط، بل لأنها ضد شعوبها وأنها ضد الإنسان. ولبنان هو جبهة الدفاع عن الإنسان في هذا الشرق. نحن مصممون على مواصلة المسيرة من أجلنا ومن أجل الإنسان
أينما كان. وما أنسب من ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري لكي نجدد نهضة ثورة الأرز فتحقق أحلام شعبها وتلتقي مع أحلام الشعوب العربية كافة. علينا أن نبدأ من هنا وأن نحصن ساحتنا. عملنا وما زلنا نعمل من أجل إنجاز السيادة والاستقلال وبناء الدولة وتعزيز رسالة لبنان تجاه مواطنيه ومحيطه العربي. من هنا نطالب بتنفيذ قرارات الحوار الوطني والقرارات الدولية فيتم حصر السلاح بالدولة وتفعيل المؤسسات الدستورية والإدارية لتتمكن من النظر إلى الناس فتعمل على حل مشاكلهم اليومية وكم هي كثيرة ومعقدة، وهي تكاد تطغي على هموم المستقبل والمصير. أصبح همنا بالخبز على حساب المصير. إن الشعب يئن تحت وطأة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والصحية، فيما يرى الفساد يستشري من دون إصلاح واللامبالاة تسود بدون تغيير. كما أن الحكومة تعطل نفسها وتعطل حياة الناس والبلاد. النهضة الجديدة تبدأ بعودة الحياة الديمقراطية إلى دورتها الطبيعية من خلال تجديد اللقاء الوطني بين كل الذين يؤمنون بمبادئ الحرية والديمقراطية وسلطة الدولة. لقاء يعيد تكوين الأكثرية النيابية الأساسية. لقاء يعيد هذه الأكثرية إلى الحكم لأنها هي المؤتمنة على مشروع الدولة. وهل يعقل أن نؤيد الشعوب العربية للخروج من سلطة سلاح الأنظمة وتبقي شعب لبنان تحت سلطة السلاح؟ الزمن العربي هو زمن الثورة، والزمن اللبناني هو زمن التغيير، فلنغير. في ذكرى استشهاد العزيز الحبيب رفيق الحريري ورفاقه، وهم رفاقنا، نستنهض الهمم لإنقاذ لبنان وحماية الثورات. هذه لحظة تاريخية تتجلى في حياة الشعوب، ولا يجوز لشعب كالشعب اللبناني الذي قدم على مذبح الحرية هذا العدد الهائل من الشهداء وهذه السنوات الطويلة من المعاناة ألا يدخل اليوم دولة الحرية والوحدة والرفاهية في جو ميثاقي أخوي وطني يفتخر به الشهداء والأحياء. أيها الأحباء، أنتم الموجودون هنا، أنتم المراهنون على ثورة الأرز، تحملون وعد الغد. أنتم رسالة الأرز إلى لبنان وصوت لبنان إلى العالم. أنتم تجسدون فكرة لبنان الحر وصورة لبنان الموحد. كنتم أول شعب في الشرق ينشئ دولة حديثة في بداية القرن الماضي، وها إنكم أول شعب في الشرق يطلق ثورة سلمية في القرن الحالي. عاشت
دولتنا دولة الديمقراطية والتعددية، عاشت ثورتنا ثورة الوحدة والحرية، وعاش وطننا لبنان. وشكرا.